السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو موجه لتلاميذ الثالثة إعدادي المقبلون على ملء استمارة التوجيه المدرسي والمهني. اليوم سأتكلم على الجذع المشترك التكنولوجي، هو من بين الاختيارات المتاحة لتلاميذ الثالثة إعدادي. إذن سنتعرف على الجذع المشترك التكنولوجي، المؤهلات الدراسية والمؤهلات الشخصية، المواد الدراسية، المعاملات، الآفاق الدراسية والمهنية. قم معي باش نتعرفوا على مجموعة من الأمور الخاصة بهذا الجذع المشترك التكنولوجي. إذن أيها التلميذ، أيتها التلميذة، تشكل السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي محطة أساسية في المسار الدراسي للمتعلم، حيث يتم في نهايتها اتخاذ قرار التوجيه إلى إحدى الخيارات التالية أو الاختيارات التالية. أولاً، الجذوع المشتركة بالتعليم العام، التعليم التكنولوجي، الجذوع المشتركة المهنية بالتعليم المهني، وتخصصات التكوين المهني مستوى التأهيل. إذن بالنسبة للتلاميذ ديال الثالثة إعدادي، كيكونوا مقبلين في آخر السنة على قرار التوجيه الوحدة من هذه الاختيارات، سواء الجذوع المشتركة للتعليم العام، التعليم التكنولوجي، جذوع مشتركة المهنية، أو لتخصصات التكوين المهني. يهدف التعليم الثانوي التأهيلي بالإضافة إلى دعم مكتسب التعليم الإعدادي إلى تنويع مجالات التعليم بكيفية تسمح بفتح سبل جديدة للنجاح والاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية أو لمتابعة الدراسة العليا. إذن تلاميذ الثالثة إعدادي مقبلون على مرحلة جديدة وهي الثانوي التأهيلي. الثانوي التأهيلي كيمكن التلاميذ من دعم المكتسبات ديالهم اللي قراوها في الإعدادي، وكيمكنهم أيضا من تنويع مجالات التعليم بكيفية تسمح بفتح سبل جديدة للنجاح والاندماج في الحياة المهنية، وكذلك لمتابعة الدراسة العليا بعد البكالوريا. إذن بعد نجاحك في السنة الثالثة إعدادي، ستنتقل إلى متابعة الدراسة بالسلك الثانوي التأهيلي، أول سنة تسمى بالجذوع المشتركة. إذن من بعد النجاح ديالك في الثالثة إعدادي، غادي تنتقل باش تقرأ ثانوي تأهيلي. السنة الأولى في الثانوي التأهيلي كتسمى بالجذوع المشتركة. إذن هناك نوعان من التعليم بالثانوي التأهيلي، كاين تعليم عام وتكنولوجي لتحضير بكالوريا التعليم العام، وكاين بكالوريا التكنولوجي، يعني هدايا تعليم عام وتكنولوجي. والتعليم الثاني هو التعليم المهني لتحضير البكالوريا المهنية. إذن إمكانية التوجيه بعد الثالثة إعدادي، كاين الجذع المشترك العلمي، جذع الآداب والعلوم الإنسانية، جذع التعليم الأصيل، الجذع التكنولوجي هو اللي غادي نتكلموا عليه اليوم، والجذع المشترك المهني. إذن كاين خمسة ديال الاختيارات بالنسبة لتلاميذ وتلميذات الثالثة إعدادي. إذن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا سأختار وكيف سأختار؟ كيف سأختار التوجه الذي سأسير فيه؟ إذن لاختيار أفضل ومناسب، أولاً عليك التعرف على المؤهلات الدراسية والشخصية لكل جذع، واستحضار مؤهلاتك الشخصية ومؤهلاتك لاختيار الجذع المناسب لقدراتك. إذن باش نختار الأفضل والمناسب لي، شنو خصني أولاً نعرف المؤهلات الدراسية والشخصية ديال كل جذع من بين داك الجذع المشتركة العلمية، الجذع المشتركة ديال التكنولوجيا، ديال الآداب والعلوم الإنسانية، ديال المهنية إلى غير ذلك. وكذلك نستحضر المؤهلات ديالي أنا، واش قادر نمشي في هذا الجذع هذا مزيان ولا لا، على حسب الشخصية ديالي والميولات ديالي. إذن أهداف الدراسة بالنسبة للجذع المشترك التكنولوجي، أولاً شنو كيمكن هذا الجذع المشترك التكنولوجي؟ كيمكن التلميذ من استيعاب وتطبيق القوانين الرياضية والفيزيائية، تلقين التلميذ معارف أساسية وضرورية في مجال الاقتصاد، إكساب التلميذ بعض المهارات التقنية في ميدان التكنولوجيات الكهربائية والميكانيكية، تمكين التلميذ من فهم النظم الكهربائية والميكانيكية ومواكبة التكنولوجيا الجديدة. إذن هادو هما الأهداف ديال الدراسة بالنسبة للجذع المشترك التكنولوجي، كيمكن لي التلميذ باش يستوعب ويطبق داك القوانين الرياضية اللي كيقراوهم، وكذلك كيلقن لي التلميذ معارف أساسية وضرورية في مجال الاقتصاد، وكيكسب التلميذ مهارات تقنية في ميدان التكنولوجيا الكهربائية والميكانيكية، وكذلك باش يفهم النظم الكهربائية والميكانيكية ومواكبة التكنولوجيا الجديدة. بالنسبة للمؤهلات الدراسية اللي خصها تكون في التلميذ، مستوى جيد ونتائج جيدة في المواد التالية: أولا الفيزياء والكيمياء، اللغة الفرنسية والرياضيات، خص
يكون التلميذ كيجيب مزيان في الفيزياء والكيمياء وفي اللغة الفرنسية وكذلك في الرياضيات، كيجيب نقاط ممتازة. مؤهلات الشخصية، التلميذ خصو يكون عنده دقة الملاحظة والقدرة على التحليل والتنظيم العقلاني، حب الاستطلاع وميول لكل ما هو تقني وتكنولوجي، التميز بقابلية التكيف السريع مع المستجدات التكنولوجية، قابلية لفهم المعطيات الاقتصادية وتحليلها، وكذلك تكون عنده واحد البنية جسمانية سليم. دونك هادو هما المؤهلات الشخصية اللي خصها تكون في التلميذ باش يكون مزيان في هذا الجذع المشترك التكنولوجي. الآن المواد الدراسية اللي كيقراوها والمعاملات ديالها. أولا كاين الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم المهندس، كلها عندها معاملات 4-4-4. معلوميات عندها معامل 3. عندنا اللغة الفرنسية المعامل ديالها 3، اللغة الإنجليزية المعامل ديالها 3، اللغة العربية المعامل ديالها 2، هي التربية الإسلامية. ثم عندنا التاريخ والجغرافيا والفلسفة والتربية البدنية والرياضة، كلهم معامل 2، والمواظبة والسلوك معامل 1. إذا هادو هما المواد الدراسية اللي كيقراهم التلميذ في الجذع المشترك التكنولوجي، وهادو هما المعاملات ديالها. الآن بعض الآفاق المهنية، الآفاق ديال هاد الجذع المشترك التكنولوجي، فين ممكن يخدم التلميذ من بعد الدراسة ديالو في علوم التكنولوجيا. إذا من أهم المهن كاين التدريس طبيعة الحال، الصيانة الصناعية والإلكترونية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الملاحة التجارية، الهندسة المدنية، الميدان العسكري، الشرطة والدرك، وكذلك التمريض والتدبير. إذا هادو هما بعض الآفاق المهنية أو بعض المهن التي يمكن مزاولتها من طرف الناس اللي قراو علوم التكنولوجيا. إذا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. إذا وكنصيحة أخيرة، وأنه من أجل توجيه سليم وناجح يجب أولا اتباع ميولاتنا الشخصية ومؤهلاتنا المعرفية، القدرات ديالنا المعرفية والمؤهلات ديالنا هما اللي غادي يخليونا نمشيو في المسار الدراسي ديالنا مزيان والمسار المهني إن شاء الله باش نكونوا كنديروا شي حاجة كتعجبنا. إذا في الأخير شكرا لكم على المتابعة، وما تنساوش تدعموا القناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.